لك وينه سمعون؟ من وقت ما بعته يودي الخبزات للي ما رجع يا بي. وقت اللي قلت لك بروح على الغرب ما بيعود يرجع ما صدقتني. المره الماضيه قال لك انه امه ضعفانه وعم يشق عليها، بس ما بعتقد انه هذا هو السبب. لك شو السبب؟ الله اعلم يا بي. لا حول ولا قوه الا بالله. البيت اللي ما في رجال الاولاد ما بيلاقوا مين يضبون. بسيطه بس يرجع حسابه عندي يا بي. روح لعنده على البيت وشوفه اذا مرق ولا لا. لا انت عود كمل شغلك، انا رايح على البيت وبدربي بروح لعنده على البيت وبستفقده. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ولك عشبك الولد عم يدخن، انا قلت لحالي جيت لهم ولا الله. شو انت عم تدخن لك سمعوه؟ مشان الله عمو، والله العظيم مع العيدة، مشان الله مع العيدة خليني روح على البيت. لا تخاف لا تخاف، بس قلي لشوف. ليش اجيت تدخن هون خص نص ما رحت على قرنة تانية؟ لاني عرفت انه هون بالخرابة ما في حدا. ايوه سوينك تاني مرة ما بدي اشوف وشك هون بنوبة. سيك لما بدك تدخن بتدخن بقرنة تانية، فهمت؟ ما عاد عيدة. ما عاد عيدة. لا والله ما عاد عيدة. يلا روح روح روح. لك شو هالجيل هذا؟ لسه ما فزت عنه البيضة بده يدخن؟ وينه أبوي مسع له رقبته مصاع؟ أختي مسمعه أنا أبو بشير معلم سمعه بالفرن. أهلين أخي أبو بشير. أهلين. أهلين دخيل عيونك، إذا سمعه موجود بالبيت قولي له روح بسرعة على الفرن لأنه شغل واصل فوق راسنا. والله يا أخي سمعه ماله هون، إجا من شي ساعتين عطاني الخبزات وراح. وما قالت لوين رايح؟ يوه أخي أبو بشير شبك؟ رجع على الفرن، وين بده يروح يعني؟ إيه بسيطة بسيطة، يمكن رجع على الفرن وأنا ما انتبهت له. يلا بخاطرك أختي. الله معك. نسيت لك عاوزة شي أختي؟ ايه والله اخي ابو بشير. مريني بركي بترسل لي سمعه شوي، حاكم صاير راسه يابس وما عم يسمع الكلمه. بيسمع منك انت معلمه الله يخليه. تكرم عينك، هلا وقت شوفه بحكي معه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. غريب وين عم بروح الولد؟ لا والله يا بي ما اجى. نعم والله شغل لي بالي هالولد. يا بي مريت لعنده على البيت وسالت عنه؟ مريت وما لقيته. السلام عليكم. أهلين بالخواجة سمعوا. وين كنت ولا احكي لشوف؟ معلمي أنا كنت بالبيت. كذاب! هلا رحت لعندك على البيت وما لقيتك، احكي لشوف. وين عم تروح؟ ليش عم تأخر؟ والله يا معلمي أنا بشير. أمرك يا بي. حضر لي الخيزراني وارفع لي رجليه، فوت لجوا ولا؟ يلا فوت لجوا. لك يا معلمي أخيرا، خلص بحكي. نزلوا رجليه، احكي ولا؟ وين عم تروح؟ عم روح دخين. عم بتدخين؟ عم بشرب تتون معلمي وهي الكيس. الله لا يعطيك العافية، معناتها كلام بشير مزبوط. عم تمد ايدك على الغلة. والله العظيم يا معلمي ما عاد عيدة. والله العظيم ما عاد عيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك مو عيب لك سمعوا الدخين؟ بسيطة لك طلع على بشير تطلع، ولك شب مشورب ما بيدخين. هلا عم تدخن انت الثاني ولا؟ لا اعوذ بالله. شو عم دخن يا بي؟ اعوذ بالله. مو مخسر رجليك ولا؟ والله يطعمك تتاخر على الفرن، او ادرى انه ما عم تسمع كلمه امك او تعذبها. نلع من شيء نلع. امرك امرك معلمي. اي دخيلك يا الحمى دخان. اهلين بأب ماجد. اهلين وسهلين. الله يسعد صباحا بشير. حضر له خبزات أب ماجد بسرعة. يريد ما نعدم إن شاء الله. ايه أب ماجد مبسوط عنا بخدمتك بالحارة؟ يا سيدي حارتكم مثل حارات الشام كلياته، بس اللي عجبني بهالحارة رجاله وخاصة هذا الزعيم. يا رجل قديشه كريم وشهم وابن عز، الله يديمه ويعزه. يعني العالم كلياته بتحلف بحياته. سادات يا أب ماجد، الزعيم أبو صالح ما بينام إذا واحد عم يتوجع أو معتاز بالحارة. الله وكيلك بحس حاله مسؤول عن الكل الكبير والصغير. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. أهلين أبو أحمد. لك وينك يا رجل؟ اليوم فتحت الباب ما لقيتك وراه.
مالك بالعوايد؟ هذا يا سيدي اليوم الصبح ولدت مرت ابني الكبير كنتي مرت ابني احمد، وجابت صبي مثل الصلاه على النبي مثل النقطه بالمصحف، لما حملته مشان اقدم له وكبر له قام فتح عيونه وطلع فيي. ان شاء الله الف مبروك يا ابو احمد ويربى بدلالك ان شاء الله. ان شاء الله مبروك يا ابو احمد. الله يبارك فيكم، بس انا انه لهلا مهما افهم ليش فتح عيونه وطلع فيي، غريبه ما هيك؟ ما هيك غريبه؟ هذا يا ابو احمد وقت كنت انت عم تقدم له باذني وفتح عيونه كان عم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا اله الا الله، الله انطق الشهاده يا رجل بقلبه وعيونه. الله اكبر الله اكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سيك ابو احمد هدول نقوط مني لابن ابنك، الله يخلي لك اياه ويديمك فوق راسه. كتر خيرك الله يعوض عليك، والهي تفرح ببشير وتشوف اولاد ولاده. الحمد لله الله كريم يا ابو احمد. الحمد لله. ايش سيدنا امتوني الخبزات تبع حماري ابو التعب؟ امنالك الخبزات اليابسين على جنب، بس ما راح تروح لا انت ولا ابو ماجد قبل ما تشربوا الشاي. شو صار بالشاي يا بشير؟ اختي هاي القرنفل اختي، وهي القرفه، وهي البيلون. انا ياتوا عنده مني على الدفتر اختي، انا بحسبه لجوزك. كتر خير. الله معك اختي، مع السلامه. مع السلامه. يا الله يا رب، شو هذا النار هذا؟ غضبي سبحان الذي خلق على السحن اللي نتعه. لك عم تقوم رضوان ما صار لك كم يوم متوفي، لسه ما نشوف تراب قبره، يخرب بيته من حاله، لا فيش حاله مثل ديك بالحاره. شو نسيان انه البيت صار له؟ وش كان له لك بشير؟ نحن عند منا هون بالحاره في اصول، في اصول اخي، من جدودنا لهلا، ما بصير واحد غربت لي يتملك بالحاره. ايه وشو يعني؟ شو يعني يا بشير؟ هاي الشغله لازم احلها، ومن الشرش، لازم نحكي مع الزعيم اخي. والله عاد، لكن امبارح لسه ابو النار وزلمته ال 11 نايمين ببيت عمتهم رضوان. ايه والله. بكره بياخذوها عادي اخي، على خدني جيتك خدني جيتك وسهروا وعلاك مصدي. وبكره ابو النار بيجيب له كم واحد من زلمه بيسكنهم عنده منه بالبيت كمان هون بالحاره. شي حلو والله. لا اذا هيك الحاله ما عاد تنسكت عنا بنوب. بس الله يساعده للزعيم، شو بده يحل مشاكل الحاره ليحل؟ اخي انا مش هيك عم احكي. بكره باجتماع العضوات الله يرضى عليك ابو بشير، انا بدي شور على الكل بهالقصه. بدي اقول لهم هذا البيت اخي لازم نشتريه. منك قرشين مني قرشين من الثاني قرشين من الثالث قرشين، منشتري بيت مرحوم يا رضوان ومنخلص. شو رايك؟ فكره والله، وهيك بنقطع رجل ابو النار عن الحاره وما بقى له حجه يلفي عليها. السلام عليكم. اهلين عم عصام. الله يرضى عليك، جبت الصينيه يا بي؟ جبتها يا بي. بشير الله يرضى عليك، بدي اياك توصلي بسنيه الدجاج هيا، بدي اياها مقمره ومحمره من فوق من تحت. على راسي. عصام قولوا له عند اخوك بشير وقول له حمر لي اياها قد ما بدك. ايه قول له بطل لي على التناول يا بي. يلا السلام عليكم. الله معك يا بي، الله معك، مع السلامه. هذا بشير ولد، الله وكيلك كل ما صارت زركه شغل عندي بفوت بالحيطان بس بده يخلص. ما كان يتعلم اصول الشغل. ابو عصام اللي دحي لعيونك اذني هي عم تجاني، شو حلتها؟ ابو راسك كل الباب خلصنا عزل يومي. امرك عقيد؟ بدك شيء عقيد؟ انا رايح على البيت. خليك ابو غالي تتعشى معنا بعدين بتروح. الله يرضى عليك نطلع على المطبخ. شكل لي اللحمات بسياخ مع البصلات وشعل الفحمات. بدنا نصطاج شوي بعد كل المقد. على نافوخي عقيد، على نافوخي. ابراء ساعدوا ابو غالي بالمطبخ روح. امرك معلي. ايه اخن لك سيكا. ايه بنيد مانا دواء. هو ابوك بده يضل نايم هنيك يعني؟ والله ما بعرف يا امو، ما بعرف. يا امي واحد واقف مع رفيقه بالتعزايه، شو فيها؟ يوقف معه بالتعزايه ما حكينا شيء، بس ليش لينام عنده بالحاره؟ الله وكيلك ما بنعرف يا امو، ابي وبتعرفيه اكثر منا، لا بنعرف شو في براسه ولا بنقدر نقول له حطه ايه. بعدين هو ادرى بمصلحته، ما هيك صبحي؟ مزبوط مزبوط كلامه. عرفت علي شو عم فهمك ابو ماجد؟ فهمت عليك عقيد. بس يفوتوا الجماعه بسكر الباب ما بفتحوا لاي كان. يا عيني عليك. لك شوي الشاي. لك لعيونك. دقيقتين دقيقتين. خالصين ابو خالد. ايمون ايمون. انا خالص كمان. تفضل انت مش راسي. يلا بدكم شيء؟ انا رايح على البيت. اي بدي. شيخ بدك عرفي. أعوذ بالله ما بشرب ابنه، بدك شربني قراح، بدك الله ياخذني على النار، استغفر الله العظيم. على ركيب ايديك لك لحمار ليك
يعني معلش يستغيب العالم ونم عليهم ويجيب معدلهم بالعاطي وبيع الولاد بليلة محمضة وطالع ريحتها وشيت انه يقعد مع الابضايات هي الله خايف يحاسب عليها صار طاق ابو غالي ايه يسر ابو غالي بتيسر روح اودعناكم تعال وانت عال ان شاء الله مفكر تقول حمام مثل طلوعه بعرف صوتك حلو من كتر ما بصرخ على البليله هات اعلى شي موال والله ما بعرف بعدين صوتي بيجعل تجعير وبيشرش مثل الطاحونه شعر لك شي موال شعر لك شو موال ما موال عقيل هات ابو زيدك والله ما بعرف روح يا طال عمرك روح خلص اتركه بقى روح روح تضرب بها السيستم ولا رح تطير السكره من نافوخي روح